بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنجتمع في مع نقباء شمال وجنوب أسيوط ومجلسهم الموقر، وبشكرهم على حسن الضيافة. زملائي نقباء المحافظات كانوا موجودين، النقابة العامة موجودة، حاجة محمودة وحاجة كويسة إن احنا نجتمع ونتشاور ونتحاور بحيث نطلع بمنتج حاجة كويسة للمحامين ولنقابة المحامين. المكانة واللي تم فيها حاجة جميلة جداً، عصر جديد، يعني احنا بنشوف فيه حاجات جديدة. النقباء الفرعيين بيبقى فيه دلوقتي حراك بينهم وبين بعض، في انحراك بينهم وبين النقابة العامة، حاجة جهد مشكور. النهاردة هنفعل الآليات بالنسبة للائحة المالية، اللائحة التنفيذية، مدونة السلوك، هنعرض على مجالسنا هذا الكلام في كده، ونعرض على الجمعيات العمومية، ونشوف بحيث نطلع بمنتج حاجة هتبقى للتاريخ ثابتة لنقابة المحامين. تشرفنا بلقاء السيد الأستاذ النقيب العام، زارنا في المنيا في واجتمع بأعضاء المجلس، زار موقع النادي، وإن شاء الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبلي فيه بلاء حسنا خدمة للجمعية العمومية لنقابة محامين المنيا. إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون القادم أفضل، أن يكون القادم حل يعني كويس، وفي مستقبل مسرور لنقابة المحامين. في تغيير جيب الحوار، جيب الميكنة، جيب النهاردة أن احنا بتلاقي نقيب تقول له تعالى أنا عايزك، يقول حاضر أنا موجود، وده شيء طيب، يعني حاجة جميلة، حاجة جميلة، وأن هو ينتقل لهم حاجة جميلة، حاجة كويسة ما كانتش موجودة. النهاردة المعتاد كان الفرعيات هي اللي بتروح، النهاردة هو اللي بيروح، هو اللي بينتقل، هو اللي بيتحرك، شوف الحاجة على الواقع، وشوف الحاجة على الطبيعة، شوف الحاجة ديت موجودة ولا مش موجودة، بيتناقش مع الأعضاء، إن كان في حاجة في المجالس بالراجل مشكورا بيخلصها، وما الحمد لله في تواجد، في تواجد، عصر جديد، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الكل لصالح المحاماة ومهنة المحاماة والزملاء المحامين، وربنا يوفق إن شاء الله إلى الأمام أكثر وأكثر يعني.